أصدقاء وممثلين الإعلام، سيدات والسادة، من دواعي سروري أن أرحب بكم في القاهرة ممثلا السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للقيام بإجراءات القرعة الخاصة بدوري أبطال أفريقيا على مستويات قرعة دوري أبطال أفريقيا. المستوى الأول الأهلي والترجي وصنداونز ومازيمبي كبار أفريقيا. المستوى الثاني شباب بولزداد الرجاء الرياضي يانج أفريكانز بيراميدز. المستوى الثالث الهلال السوداني أورلاندو بايرتس الجيش الملكي سيجرادا. المستوى الرابع مولودية الجزائر دوغليبا استاد أبيجان مانيمبا يونيون. دي مستويات دوري أبطال أفريقيا. توقع من ستكون في مجموعة النادي الأهلي، توقع قرعة دوري أبطال إفريقيا والمجموعات واكتب لنا في الكومنتات. بالتوفيق لبطل إفريقيا وبطل مصر وتحقيق لقبه 13 إن شاء الله.